اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ اهلا اسلام، منور. الحمد لله على السلامه والف مبروك يا حبيبي العمره. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يكرمك يا رب. كابتن خليني ابدا مع حضرتك، ويعني احداث كثيره جدا فرض نفسها خلال هذه الفتره. نجم كبير زيك لما بيشوف الاحداث اللي بتحصل الرياضيه اللي بتحصل خلال الفتره الاخيره دي بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسلام، احداث غريبه بتحصل خلال الفتره ديت، ويمكن الفترات السابقه. يعني عايز اقول لك ان هنتكلم على الجانب الاداري. يعني طول عمرنا الجانب الاداري بنفتقده بشكل كبير جدا في جميع المؤسسات، مع احترامي ليهم يعني، ومن اتحاد الكوره. لكن المؤسسه الوحيده اللي محافظه على هذا الكيان هي مؤسسه النادي الاهلي طول عمرها. يعني توارث طبعا مجالس الاداره وتوارث الاجيال وبوجود الكابتن محمود الخطيب، يعني لما بيبدا يحس ان بدا الكيرف او بدا الامور ما تبقاش متظبطه، خلاص بينزل بقى الارض الواقع وبيبدا يلم جميع الاطراف. فعايز اقول لك يا اسلام ان احنا انا فاكر من سنه 60 كابتن الشاذلي رحمه الله عليه كان بيشتكي من الجانب الاداري، كان بيتكلم على ان المنتخب مع الاسف يعني قياداته موجوده، اشخاص محترمين وكل حاجه، لكن ما كانش عندنا انضباط اداري، لائحه ثواب وعقاب، انضباط، ما كانش فيه حاجه تقدر تقول ان هي تنجح صحيح هذه المنظومه. لكن الجانب الفني يا اسلام كان موجود، يعني طول عمرنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى، عندنا نجوم، عندنا اجيال بتصنع التاريخ بشكل كبير في كرة القدم. لكن الجانب الإداري سبحان الله احنا فيه عشوائية بشكل كبير جدا بصراحة. يعني انا كنت اتمنى ان مجالس الإدارة يبقى فيها عنصر او اتنين يقدر يخرج يدرس الجانب دوت عشان يقدر يساعد المنظومة بشكل كبير في هذه الجزئية. لكن مع الأسف يعني القيادات اللي بتيجي بنفتقد الجزء ده بشكل كبير. لكن الجانب الفني احنا عندنا نجوم موجوده في اتحاد الكوره، مثل كابتن حازم وبركات، ودول برضك يعني عاشوا اجواء احترافيه في انديتهم، بركات في النادي الاهلي، حازم في نادي الزمالك. لكن برضك ما بنغطيش. حازم خد موقف غريب جدا النهارده في تحيزه لاحد الانديه او لناديه، نادي الزمالك الحقيقه، فيما حدث خلال الفتره الاخيره. ويعني ما اعرفش، انا فوجئت الحقيقه بان الكابتن حازم، يعني المفروض انت في اتحاد كره القدم معروف طبعا ان انت نجم كبير في نادي الزمالك وكل حاجه، ولكن كان من المفترض ان انت ما تقولش حاجه زي اللي اتقالت دي. لكن اوكي، هو حر طبعا. جمهور الاهلي شايف دلوقتي ان كل الاقنعه بتسقط من على كثير من الاوجه. يعني بالظبط زي ما قلت يا اسلام، حازم انا كنت اتمنى يتحيز في الحق، لان حازم مشهور عنه كده صراحه. يعني احنا طول عمرنا راجل محترم، طول عمرنا بنحترم حازم، وحازم طبعا من عيله قرويه طبعا كبيره جدا، جده ووالده كابتن حماده. واحنا كمان عارفين ان حازم وهو حتى كان لعيب اسلام كان لعيب منضبط وعنده حقيقي شخصيه وعنده قرارات كلها. كابتن بس هو اخطا، انا وجهه نظري ما اعرفش وجهه نظر حضرتك، ولكن انا وجهه نظري انه ما كان يجب ان هو ينحاز لطرف من الاطراف. ممكن ينحاز وهو قاعد على الترابيزه، او حتى مش هو قاعد على الترابيزه، لما القرار يصدر يجب ان هو يقف مع الاتحاد. ازاي حضرتك واحد من الاتحاد، احد لجانك هي اللي مطلعه هذا القرار وحضرتك بتعترض عليه؟ بالظبط، انت ممكن تعترض عليه على الترابيزه، صح؟ مش صح، مشكله يعني. وهي دي اللي احنا بنطلبها دلوقتي، الشفافيه والعداله. يعني شفافيه انك انت انا راجل اهلاوي، ها، لكن بقف في صف النادي الاهلي في الحق، في الكلام المنطقي اللي مظبوط. لكن طبعا احنا فوجئنا ان حازم يعني بيعلنها علني وبيقول ان انا طبعا يعني مع قرارات نادي الزمالك الاخيره في حته الاعتذار على السوبر وبعض طبعا التصرفات اللي حصلت لاتجاه نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت. لكن يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الغمه دي تتعدي بقى يا رب ان شاء الله. نتمنى. احنا ما عندناش غمه. لا الحمد لله رب العالمين، احنا بنتكلم على الاخرين يعني. احنا عندنا ماتش يوم الجمعه ان شاء الله هنلعبه، ربنا يكرمنا ببطوله جديده تضاف ان شاء الله. ان شاء الله هنتكلم في هذا الامر. ولكن قبل ما نتكلم، بما اننا بنتكلم على السوبر، دكتور مهند مجدي الحقيقه النهارده رئيس بعثه النادي الاهلي في الامارات
كان متواجد الحقيقة طبعا، وكان معاه سيادة السفير، تكريم السفير سيادة السفير أو تكريم الدكتور مهند مجدي لسيادة السفير على كل مجهوداته اللي موجودة معانا. خلينا نطلع نشوف هذا التكريم وبعد كده نشوف أيضا لقاء مع سيادة السفير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. اولا ده شرف لينا ان احنا نستقبل بعثه النادي الاهلي تاني هنا في الامارات، زياره عزيزه علينا جدا جدا، ان شاء الله تبقى فعاليه رياضيه ناجحه جدا نعكس فيها الوجه الحضاري لمصر. النادي الاهلي دايما، وانا قلتها اكتر من مره وانا سفير في جنوب افريقيا واستقبلت فرق النادي الاهلي اكتر من مره هناك، وادينا بنستقبل هنا تاني النادي الاهلي في الكاس السوبر. ان شاء الله دائما سفير لمصر وللكره المصريه، مش بس الفريق النادي الاهلي ولكن كل الفرق المصريه والفرق القوميه بتاعتنا في كل الرياضات. النادي الاهلي دايما بيرفع راسنا، دايما مشرفنا. انا من ساعه ما جيت والفرقه والانضباط والالتزام والنظام اللي بيتبعه الفريق طبعا تحت اشراف رئيس البعثه دكتور مهند حاجه مشرفه جدا، حاجه بتخلي الواحد المصري هو مبسوط انه بيبص على هذا الالتزام والانضباط. وان شاء الله كل الفرق المصريه تبقى بهذا الالتزام والانضباط، ولا نقلل من شان احد ولكن جميع الفرق المصريه بترفع شاننا ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي جمهور محترم ملتزم جدا جدا، زي كل جمهور الكره المصريه. احنا يعني بقول الجمهور المصري بصفه عامه، وهتشوف حضرتك ان شاء الله في يوم الماتش هتشوف الجمهور المصري متواجد بمختلف يعني طوائفه الرياضيه وايا كان انتمائه الرياضي اللي بيشجعه، هتلاقي التزام كامل. جمهور النادي الاهلي بيدي مثل الالتزام والانضباط. ويعني خليني بالمناسبه دي برضو ابعت تحيه خاصه جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، اللي كنت اتمنى ان انا يعني ابقى في شرف استقباله هنا، ولكن ان شاء الله ربنا يعني يديله الصحه ودايما نشوفه في مناسبات. وجوده كمان بيدي انضباط والتزام للجميع، واي حد بيمثل الكابتن محمود وبيجي على رأس الوفد الفريق لرئاسه الفريق بيمثل نفس الالتزام ونفس الانضباط. انا ببعت تحيه خاصه للجمهور المصري كله، ومش عاوز اخص جمهور النادي الاهلي، ولكن جمهور النادي الاهلي يعلم جيدا ان انا قد ايه دائما بكن له احترام وتقدير. والجمهور المصري كله بيرفع دائما علم مصر وبينادي باسم مصر، ينادي باسم النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي فيوتشر وات ايفر النادي او يعني ايا كان النادي اللي هو وبيراميدز. انا بشوف انه ايا كان النداء اللي بينادي بيه هو في الاخر بينادي لمصر. ما هي فريق بيراميدز بيمثل مصر، والاهلي بيمثل مصر، والزمالك بيمثل مصر، كل الفرق دي بتمثل مصر. فايا كان الاسم اللي بينادوا بيه هو في الاخر مصر، بيعبروا عن حضاره مصر وعن التزام الجمهور المصري. ان شاء الله بالتوفيق لحضراتكم، انتم بتنورونا دايما وانا سعيد جدا بوجودكم معانا. شوف حضرتك العلاقه المصريه الاماراتيه هي علاقه على اوج او على قمه اولويات الدبلوماسيه المصريه، ده على المستوى السياسي، ولكن اضيف اليه كذا بعد اخر ومن ضمنهم الدبلوماسيه الرياضيه. الدبلوماسيه الرياضيه هي مصطلح يمكن حديث في السبعينات ظهر، ولكن الامارات تمارس هذه الدبلوماسيه بحرفيه شديده جدا جدا، وليس ادل على هذا من استضافه الدوره السادسه من كاس السوبر المصري في الامارات. وانا اتسالت قبل كده طب يعني ده دليل على ايه؟ قلت لهم دليل النجاح. لو كانت اول دوره في الاستضافه او ثاني دوره فشلت ما كانش هيبقى في استضافه مره اخرى، ولكن استمرار الاستضافه ده بيعكس قد ايه الامارات ناجحه في هذه الفعاليات. مش بس في كره القدم، الامارات بتستضيف حلبه لسباقات الفورمولا، الامارات بتستضيف حلبات للمصارعه، بتستضيف فعاليات ثقافيه، بتستضيف فعاليات رياضيه كثيره جدا، وبالتالي هو نجاح للرياضه الاماراتيه. وهذا النجاح في الاخر عائده لمصر، ما هي مصر هي اللي بعت هذه الفرق وهذه الفرق هي اللي بتمثل مصر. فمصر ساعدت في نجاح الامارات للترويج في الدبلوماسيه الرياضيه. فانا ببعت من عند حضرتك تحيه خاصه جدا للشعب الاماراتي وللقياده الاماراتيه اللي ناجحه انها تبرز هذه الدوله بهذا الشكل من التسامح والقبول للاخر واستضافه هذه الفعاليات. انا لازم احيي كابتن اسلام، ولازم يعني اقول له ان احنا كان نفسنا نشوفك هنا معانا، ولكن على الاقل هذه الرساله هتوصل له في الاستوديو ان شاء الله. وارجو من جمهور النادي الاهلي ان شاء الله دائما ان يظل رافعا راس مصر عاليا بتحيه وتشجيع وطني نابع من جمهوره ملتزم ان شاء الله. وكل جمهور مصر بهذا السلوك والخلق ان شاء الله تبقى مباراه ناجحه، بالتوفيق للفريق اللي بيلعب احسن ان شاء الله. يعني مصر هي في الاخر الفائزه ان شاء الله.
شكرا جزيلا للسيادة السفير شريف عيسى، شريف جمهورية مصر العربية في الإمارات. زي ما حضراتكم شايفين دائما سفراء مصر في كل مكان، الحقيقة دائما بيكون ليهم طلة كده مختلفة، وخصوصا لما يكونوا بقى أهلاوية وبيحبوا النادي الأهلي زي سيادة السفير، وبيحبوا كل الأندية المصرية. يعني أنا مش عايزة، لكن سيادة السفير شريف عيسى واحد من الأهلاوية اللي بيحبوا النادي الأهلي جدا جدا، فأنا بشكره طبعا على الكلام الجميل اللي قاله، واتمنى طبعا وشرف ليا ان انا اكون متواجد مع بعثه النادي الاهلي، ولكن ظروف الشغل بقى والامور دي كلها يستحق التكريم. سياده السفير شريف عيسى يستحق كل التكريم وكل التحيه للمجهودات المبذوله منه ومن كل ابنائنا في السفاره هناك لتذليل كل العقبات للنادي الاهلي. كابتن ماهر، مباراه مهمه، مباراه صعبه، البعض بيشوف ان مباراه بيراميدز مباراه صعبه، مش البعض، كل الناس بتشوف ان المباراه صعبه جدا جدا في ظل ان بيراميدز خرج من البطوله الكونفدراليه بعيد عن الدوري، طبعا في المركز الثالث لكن بعيد عن قمه الدوري، عايز ياخد بطوله في الكاس، خرج من الكاس من النادي الاهلي في نهائي الكاس، وبالتالي عنده الدافع الاكبر ان هو عايز ياخد بطوله ومن النادي الاهلي. بص اسلام، يعني فرقتين كبار زي ما علي السفير كده تفضل وقال، ان اي حد بيشرف اي فرقه مصريه بتشرف في الامارات بيبقى شرف لينا وشرف للشعب المصري، وطبعا من خلالك ومن برنامج قناه النادي الاهلي طبعا بنحيي شعب الامارات، حكومه وشعب، على التواصل الجميل والعلاقات اللي بيننا وبين دوله الامارات. والنهارده ده السوبر السادس، يعني اكيد نجاح هذا السوبر في دوله الامارات بيخليه ان هو من سنه لسنه بيبداوا يستضيفوا دوري السوبر المصري، وده نجاح لدولة الإمارات بصراحة إسلام، ونجاح لجمهورية مصر العربية طبعا. وعايز أقول كمان إن أول سوبر إسلام يمكن اتعمل في الإمارات كان حاجة تفرح بصراحة، يعني البنية التحتية والاستعدادات والتنظيم اللي على أعلى مستوى. احنا شفنا الجماهيرين، يمكن كان أول سوبر أهلي وزمالك، شفنا جماهير النادي الأهلي الأسرة المصرية، الراجل وزوجته وأولاده داخلين بانضباط ازاي، الهتافات والأعلام، نفس الكلام القطب الثاني الزمالك، التنظيم اللي كان موجود. ومن هنا جه النجاح، لأن يعني ما شاء الله كل المقامات موجودة من الدولة ومن نجاح البطولة. عشان كده النهاردة احنا بنروح للسنة الستة على التوالي للسوبر، فرقتين كبار الأهلي وبيراميدز. لو هنرجع بالتاريخ احنا كسبنا السوبر، احنا كسبنا كأس مصر في اللقاء اللي فات 2-1، يمكن هم كانوا بدلوا بالتهديف وليد الكارتي، ثم تعادل كهربا بالهدف التعادل، ثم بعد كده وقت إضافي إسلام من الثالث، الوقت الاضافي الثالث والرابع، قدر حمدي فتحي يحرز لنا هدف بضربه راس جميله عشان يفوز النادي الاهلي بكاس مصر. عايز اقول لك السوبر اسلام بصراحه لما هنبص كده من الجانب الفني هنلاقي ان الفرقتين فيهم شبيه ببعض في التوازن في جميع الخطوط. يعني لو اتكلمنا مثلا على حراس المرمى هنلاقي احمد الشناوي هنا، محمد الشناوي هنا، حارسين عملاقين بصراحه. لو شفنا مثلا خط الظهر بالنسبه لبيرمز هنلاقي احمد فتحي من ناحيه الباك رايت، عندهم احمد سامي مكان اسمه ده اللي اتعور، علي جبر، لا علي جبر موجود، محمد حمدي، يمكن اللعيب اسامه اللي اتعور في المباراه، اسامه جلال في الماتش الكاس. عندهم نص ملعب كمان فيه الخبرات وفي القوه وفي السرعه وفي الانقضاض، عندهم ابراهيم توريه وعندهم وليد الكارتي وعندهم كمان رمضان صبحي في الجانب الهجومي، عندهم فخر اللقاي وعندهم ابراهيم عادل وعندهم فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي ودودي الجباس. يعني اسماء بردك اسلام، لعيبه عندها خبرات، لعيبه مميزه مهاريا وتكتيكيا. عايز اقول كمان هم موجودين في الدوري في المركز يمكن الثاني افتكر، بردك ده مركز الثالث، مركز بالنسبه لهم بيعتبر مركز جيد. هم مش محظوظين بس يمكن في كاس افريقيا ان هم بيوصلوا كونفدراليه، بيوصلوا اسلام، لكن خبراتهم لسه في افريقيا يعني ما نضجتش. وعايز اقول لك ان احنا المرحله دي النادي الاهلي قابلها سنه 75، احنا عدنا 3-4 سنين بنخفق في دوري افريقيا بسبب الامتحانات، كان وقتها بعض النجوم مش موجودين معانا، الخبرات ما كانتش اكتملت، لكن لما اكتملنا قدرنا نحصل على اول بطوله سنه 82. النادي الاهلي كمان عنده ثبات في التشكيل بشكل كبير جدا، مستر كولر
بصراحه اسلام الراجل الفترات اللي فاتت كان موضوع التدوير في كل مباراه، ثلاث اربع لعيبه، خمس لعيبه في اماكن مختلفه. الراجل بوجوده خلال الفتره ديت يا اسلام بدا يكتسب خبرات كثيره جدا صراحه يعني، وبدا يتعامل في الاستراتيجيه بفكر المحترفين. النهارده الراجل بقاله يمكن مبارتين ثلاثه، يمكن مباراه القطن كانت البدايه، بدا بفي تثبيت في التشكيل. احنا خلاص بدانا نعرف يعني تشكيله النادي الاهلي قبل كل مباراه، يمكن بيبقى في تغيير واحد ممكن لاجل الاصابه، لكن التشكيل الثابت اللي بدا يعتمد عليه مستر كولر، الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، محمود متولي، عبد المنعم، معلول، عندنا نص ملعب من اقوى وسط الملعب اللي موجود في اسيا وفي افريقيا، عندنا ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي، والثلاثي الخطير الهجومي الشحات وكهربا وبيت ستاو. عايز اقول لك يا اسلام الراجل من خلال الاستراتيجيه بدا يستفاد من الاخطاء اللي كانت قبل كده او الملاحظات اللي كانت قبل كده، وخصوصا ان احنا يمكن في كاس العالم لابطال الانديه وقعنا في بعض الاخطاء، ان احنا كنا كسبانين اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه، وبعدين بدات النتيجه تبقى مش في صالحنا بسبب ان الاندفاع الهجومي. الفترة ديت الراجل بدأ، يمكن احنا شفنا في مباراة الرجاء كان عندنا 75% المباراة الأولى نزعة هجومية، وكان حوالي 20-25 تأمين دفاعي. لما رحنا المغرب الراجل فاجئنا ب 70% تنظيم دفاعي على أعلى مستوى، تقارب الخطوط الثلاثة، سد الثغرات على مفاتيح لعب الرجاء البيضاوي، وقدر النادي الاهلي يعتمد على جمله كونتر اتاك او كوره ثابته يقدر يباخد بيها الرجاء البيضاوي. فبدا الراجل يشتغل في الاستراتيجيه بشكل كبير، وبدا تقسيمه للمباريات بشكل كبير. النهارده يعني كانت المباراه واعتذار الزمالك، الراجل كان مركز على لقاء الزمالك، لكن لما جاله خبر بان بيرمز هو البديل بدا الراجل يرجع تاني يتفرج على بيرمز من خلال مباريات السابقه، ويقدر يعمل استراتيجيه جديده يقابل بيها بيرنز في هذه المباراه. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعني التوفيق لمستر كولر في اختياره لطريقه اللعب واختياره للتشكيله الامثل لهذه المباراه. لو حضرتك حبيت واحنا بنتفرج كده على التمرير دائما ويعني شايفين كل حاجه بيعملها النادي الاهلي الحقيقه من خلال شاشته وشاشه قناه النادي الاهلي، اوجه الاختلاف ما بين هذه المواجهه ومواجهه نهائي كاس مصر من وجهه نظرك يعني. احنا ميزه اسلام وميزه الراجل بالذات انه بيحترم كل الفرق، فالنهارده الراجل مش حاطط في الاعتبار ان هو لسه كسبان الفرقه دي واخد منها الكاس، لا ده هيقابلها من اول وجديد. فدي ميزه النادي الاهلي، تلاقي اللعيبه منضبطه بشكل كبير جدا، اللعيبه كلها تحدي واصرار ان هي ان شاء الله تحصل على زي البطوله، لان خد بالك يا اسلام برضك بطوله السوبر في الامارات هتكتب باسم النادي الاهلي يعني خلال السنوات القادمه، هنبقى احنا اكتر فريق لاعب السوبر في دوله الامارات، وان شاء الله اكتر فريق حصل عليها. يا مسهل. اكيد ان شاء الله باذن الله. الراجل طبعا زي ما قلت لك من خلال الاعداد الفني هو وجهازه بيتفرجوا طبعا بشكل كبير جدا على بيرمز، يمكن الماتشات الافريقيه او بعض الماتشات المحليه، وحتى مباراه الكاس الراجل بيحاول ان هو طبعا يقطعها بلغه الكوره، يشوف ايه النقط المهمه في فريق بيراميدز، طريقه اللعب، التشكيله، بالنسبه للجمل التكتيكيه اللي بيشتغلوا عليها. طبعا زي ما قلنا لعيبه مهاريه، يعني يقدر كمان من خلال المهاره يقدر يستغل اي فرصه يقدر يسجل من خلالها. كل الجوانب الفنيه ديت اكيد مستر كولر اشتغل عليها، وبعدين يبدا بقى يروح للعيبه ويبدا يتكلم مع اللعيبه ويبدا يحاول ان يفرج اللعيبه على الحاجات ديت عشان اللعيبه تبدا تتعايش معاه كمان في شكل واداء نادي بيراميدز. وبما اننا بنتكلم عن رجال المواعيد الكبرى، محمد الشناوي اهم رجال النادي الاهلي او واحد من الرجال المهمين في النادي الاهلي لهذه المواعيد الكبرى ولمباريات البطولات، دايما تلاقي محمد الشناوي. كابتن ماهر، هذه المباراة ستقام بصافرة مصرية، إيه رأيك؟ كابتن محمود البنا طبعا.
يعني انا شايف شرف للحكام المصريين الفتره ديت. نعم. يعني بعد كان بيشكك في قدرات الحكام المصريين، لكن انا عندي ثقه ان حكامنا المصريين بعد الفتره اللي فاتت في اخطاء لكن يعني في نضج بشكل كبير جدا، وانا شايف ان التيم او البنا ومجموعته والصوره قدامنا بصراحه سافرين بقى في الطياره هيكونوا عند حسن ظننا ان شاء الله. وهما بالنسبه لهم كمان خد بالك اسلام تاريخ بالنسبه له، ان هو برضك البنا عشان يحكم السوبر في دوله الامارات بين الاهلي وبيراميدز، فهو بالنسبه له يعني تاريخ بيسجل في في في, في 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 تاريخ البنا. وانا شايف ان حكامنا الدوليين بالذات نضجوا بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت، فالناس كانت بتشكك. لا انا شايف ان حكامنا الحمد لله بخير، و اكنها مباراه موجوده في مصر يعني، هي بتختلف بس اكنها موجوده في مصر يعني. فانا شايف البنا ان شاء الله جدير هو وزملائه والطاقم اللي موجود معاه، ان هم ان شاء الله كمان لان هو برضك حكم دولي اسلام، يهمه كمان تاريخ ويهمه اسمه ويهمه كمان ان هو يطلع كاس افريقيه ويطلع كاس العالم ويكون مصنف من ضمن الحكام المصريين المصنفين في البطولات الكبيره يعني. فتمنياتي طبعا للبنا وللطاقم المصري بالتوفيق، لان زي ما قلنا المنظومه كلها مصريه في ارض اماراتيه، فيهمنا نجاح بيراميدز والنادي الاهلي وطاقم التحكيم ان احنا نخرج بالمباراه دي للفير بلاي، لان المباراه دي بتتفرج عليها العالم العربي والعالم الافريقي. صحيح. وكل الناس بتتفرج عليها، فنتمنى المنظومه ككل تخرج لنا ان شاء الله بالفير بلاي، يعني يوم يكون سعيد الناس تستمتع بيه بشكل كبير جدا. صحيح. الكسبان نقول له مبروك، الخسران نقول له هارد لك، وده اللي احنا عايزين نوصل له بصراحه يعني. البيراميدز له نقاط القوه، اهم نقاط القوه اللي موجوده فيه هم عندهم الحاجات الثابته بيمثلوها بشكل كبير جدا، انه عندهم اطوال خصوصا في خط الظهر. صحيح. عندهم علي جبر بيجيد الحاجات ديت بيقدر يسجل من خلالها، عندهم احمد سامي برضك من المدافعين الاقوياء اللي بيقدروا يطلعوا زي محمد عبد المنعم كده في الكور الثابته. عندهم حاجات متحركه يعني مهاره فرديه زي رمضان صبحي واحد ضد واحد. رمضان لازم برضك يعني هاني يقفل عليه، ان هاني اكتر واحد عارف رمضان بيحب ايه. صحيح. يعني رمضان من النوع لا يستلم مشكله انك انت تاخد منه كوره، لكن لازم تضغط. لا وهاني متالق كمان يا كابتن وهاني ما شاء الله الفتره دي يعني بس ماشي بخطوات يعني. جميله جدا جدا. فنتمنى ان شاء الله ان هاني يعني يكون موافق على رمضان. عندهم الراجل لقاي ده برضك بتاع جنوب افريقيا المهاجم متحرك وعنده حماس، هو يمكن راجع من اصابه هو والراجل المهاجم التونسي اللي هو فخر الدين، راجعين الاثنين من الاصابه، والراجل بدا يدي ده جزء ويدي ده جزء عشان مباراه الاهلي يقدر يعتمد على مين في الاثنين ممكن يبدا المباراه. عندهم برضك محمد عادل برضك من الفراوده المزعجين، ابراهيم عادل اسف، من الفراوده المزعجين شفناه في المنتخب الاولمبي، شفناه مع بيراميدز بصراحه مقاتل وقوي، وبعدين محطه بيقدر يعتمد عليها. عندهم نص ملعب كمان وليد الكارت ده بيروح يندفع بشكل كبير وبيحرز اهداف، الراجل الافريقي معاهم كمان اللي هو ابراهيم توريه برضك من اللعيبه اسلام اللي تحس انه وتد في نص الملعب قوي بينقض بلاتي توريه لعيب كويس، لعيب كويس قوي، ومن بصراحه الافارقه المحترفين اللي ثبت وجوده بشكل كبير جدا في الدوري المصري. طيب اللي حضرتك شايف ان هو ممكن يكون له دور مؤثر، هل محمد الشناوي واحمد الشناوي هيكون لهم دور مؤثر يعني المباراه هتوصل لضربات الجزاء؟ هما الاثنين في حاله جيده، بس طبعا محمد الشناوي زي ما التقرير شفناه كده بيعتبر من افضل حراس المرمى الموجودين في افريقيا بقاله 3 سنين على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات يعني. بصراحه نضج بشكل كبير جدا وخبرته مساعدانا يعني، طول ما عندك جول زي محمد الشناوي اسلام بيطمن خطوطك الثلاثه وخصوصا خط الظهر. فيعني تحس كده ان في سد مانع. مباراه هتوصل لوقت اضافي من وجهه نظرك؟ اتمنى ان احنا نخلص قبل الوقت الاضافي، اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله طبعا بنجومنا زي ما اتكلمنا على التشكيله، عندنا كهربا الحمد لله بيهدف، عندنا بتسيتاو بيهدف، عندنا حسين الشحات بيهدف، عندنا محمد عبد المنعم في الحاجات الثابته بيهدف، عندنا ديانج تصويباته، عندنا حمدي فتحي بيتابع من البوكس للبوكس، فعندنا لعيبه مفاتيح اسلام تقدر تستجيب في اي وقت. فنتمنى ان شاء الله ان احنا ما نوصلش للوقت الارهاق وتوالي المباريات هيؤثر بشكل سلبي على النادي الاهلي؟
لا الحمد لله رب العالمين التدوير الراجل عامله منه الهدف ده اسلام ان هو يقدر يتلاشى الاجهاد اللي وقع على لعيبه النادي الاهلي. ويعني الراجل كان الاول قلقان لان السنتين اللي فاتوا احنا الاجهاد اصاب لاعبتنا ويمكن خسرنا بعض البطولات، لكن تدوير الراجل وفكره واستراتيجيته الفتره اللي فاتت ديت في حته انه يريح لعيبه وبعدين بدا يرجع تاني اسلام لتثبيت التشكيل، تثبيت التشكيل بدا يدي شكل للنادي الاهلي وبدا يدي ثقه بشكل كبير. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان ما يبقاش في اجهاد للاعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه، وحتى لو وصلنا لاكسترا تايم يا كابتن اسلام احنا قادرين ان شاء الله باذن الله ان احنا ننهي المباراه في الوقت الاضافي اذا كان الثالث او الرابع زي كاس مصر يعني. مين اللي هيتاثر اكتر يا كابتن؟ يعني بيراميدز برضو لسه جايين من جنوب افريقيا وكان عندهم مباراه وخسرانين وطالعين من البطوله الكونفدراليه، هل ده عامل ايجابي؟ اصل البعض بياخدوا في الناحيه الايجابيه ان هم عايزين يعملوا عايزين يكسبوا بطوله طبعا. بيدوروا على هذه البطوله ويكون ده حافز اقوى لنادي بيراميدز، وعلى الجانب الاخر يقول لك لا ده جايين من مسافه طويله ومحبطين وكذا، انهي اتجاه؟ بص اسلام احنا وهم اتعودنا بقى لنا 3 سنين على المشوار الافريقي ده كل 3 ايام وبعدين نرجع نلعب الدوري كل 3 ايام. اوكي. فاللعيبه اتعودت الحمد لله، يعني اللعيبه اذا كان بيراميدز لعيبه بيراميدز او النادي الاهلي اتعودوا بشكل كبير جدا على كل 3 ايام او كل 4 ايام. أوكي. يقدر يلعب. فانا شايف ان مش هيبقى فيه تاثير على الفرقتين، انا شايف ان الجيم ده هيبقى جيم مفتوح، يعني هنا لعيبه مميزه وهنا لعيبه مميزه واحنا عايزين نستمتع بالكرة الجميلة يعني. فاحنا النهاردة اللي هنلاقي يمكن أكتر من 20 لعيب مميزين موجودين في أرضية الملعب، فمحتاجين ال20 لعيب دول يخرجوا لنا إخراج الناس تفضل تستمتع بيه، يعني يسيبوا لنا بصمة في دولة الإمارات إن الكرة المصرية فعلا رايحة لمكانها الطبيعي، إن الكرة المصرية هي أفضل كرة موجودة في العالم العربي والعالم الأفريقي. فنتمنى من اللعيبة ديت إن هي تمتعنا في جيم انا شايفه في عناصر مميزه من خلال الفرقتين. لكن طبعا زي ما انت ذكرت كده هو يهمه كمان ان هو ياخد بطوله، يهمه انه يكسب النادي الاهلي طبعا، لان هو بقاله مشوار 3 4 سنين بيوصل في افريقيا لكن يعني ما بيحققش في الدوري العام، بيوصل في مربع لكن ما بيحققش. صعوبه الدوري العام طبعا طول ما وجود القطبين بهذا الشكل والجماهيريه الكبيره، لكن هو عنده فرصه مباراه زي دي 90 دقيقه يقدر يحصل عليها بطوله، اكسترا تايم يقدر يحصل عليها بطوله، ضربات جزاء يحصل عليها بطوله، تفرق مع اللعيبه دي في مشوارها اللي جاي بعد كده. مواجهه سويسريه برتغاليه من خارج الخطوط، كولر و المدير الفني لنادي بيراميدز، شايفها ازاي؟ انا شايف ان الاثنين هيد كوتش باتشيكو طبعا باتشيكو وكولر اثنين كوتش على اعلى مستوى، يعني انا شايف ان كولر بيتفوق على باتشيكو، ان كولر بدا كل مباراه بيتعامل معاها باستراتيجيه بطريقه لعب وبتشكيله هي اللي تناسب هذه المباراه، وانا شايف ان كولر هو عنده الادوات اكتر، يعني حتى كمان الدكه لو لاحظنا ان دكه النادي الاهلي دلوقتي بتقدر تنزل تغير من شكل واداء المباراه. فانا شايف ان كولر في الفتره ديت بصراحه يعني بيطور نفسه بشكل كبير وبيطورنا احنا كمان معاه، فده بيدينا شيء من الطمانينه وشيء من الثقه على تيم النادي الاهلي. فاتمنى ان كولر يتفوق على باتشيكو في هذه المباراه. كولر خبرته اكبر في الدوري المصري وفي الفرق المصريه بانه كان موجود مع نادي الزمالك قبل نادي بيراميدز وبعدين عوده لنادي بيراميدز، تفتكر ده يفرق؟ يعني برضو كولر في الاول وفي الاخر 5 6 شهور، اقل من كده كمان، اقل من كده اسلام، لكن بدا يستوعب بسرعه يعني استوعب. بصراحه بدا يستوعب الدوري المصري اخباره ايه، الدوري الافريقي اخباره ايه، وايه هو كمان يبدا يعني يحضر لهذا الكلام يعني. فانا شايف ان كمان احنا ساعدناه بشكل كبير بصراحه، يعني لعبتنا ساعدت كولر ان هو اي طريقه لعب هو عايز يدخلها او عايز يحطها اللعيبه كمان بتساعد اسلام بشكل كبير. فانا شايف ان المنظومه ككل بصراحه في النادي الاهلي من ناحيه الاداره، من ناحيه الجهاز الفني، من ناحيه اللعيبه، من ناحيه حتى الجماهير كمان، جماهير النادي الاهلي بصراحه وجودها في المحاكات اللي بالشكل ده بالاعداد الغفيره دي مؤثره بشكل كبير جدا جدا يا اسلام على اداء لعيبه النادي الاهلي، من ناحيه الحافز، من ناحيه الدوافع، من ناحيه الهتافات، من ناحيه الاصرار، المسانده. فطبعا احنا بنحيي جماهير النادي الاهلي كمان اللي احنا بنعتبرها رقم 1 دلوقتي مش رقم 12، الاول كنا بنعتبرهم رقم 12، لا انا شايف ان جماهير النادي الاهلي دلوقتي بيترقم 1
ومشاركه مع هؤلاء اللاعبين في احراز جميع البطولات اللي موجود عليها. خلال كابتن ماهر، لو حابب تقول رساله للاعبين، للجهاز الفني، للجمهور، على الرغم من الجمهور يعني هناك يعني بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما كنا شايفين من شويه كانوا عاملين بالظبط حاجه جميله. يعني انا بقول هنرجع تاني للسوبر الاولاني اللي احنا بدانا بيه، يعني التابلو الجميل اللي ظهر عليه جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك وجماهير مصر، وفعلا فعلا قدرنا ننجح هذه البطوله في دوله الامارات وشاركناهم في هذا النجاح حقيقي. فنتمنى ان شاء الله ان في مباراه الاهلي وبيراميدز يخرجوا لنا تابلو مميز من المهاره والتكتيك والاداء والجمل التكتيكيه واحراز الاهداف المتنوعه، ونسيب بصمه احنا وحكامنا كمان اللي موجودين، اتنين فرقتين من مصر وحكام من مصر. فنتمنى المنظومه المصريه ان شاء الله تنجح، وزي ما بقول يبقى عاده بالنسبه لنا ان كل سنه نقدر نروح دوله الامارات نلعب فيها. اللاعبين والجهاز الفني يا كابتن، اللاعبين طبعا بقول لهم خلاص، يعني هم 90 دقيقه او وقت اضافي وتحقق بطوله، البطوله الثانيه بالنسبه لك هذا العام، وده طبعا مش كتير عليكم لان كنتوا تستاهلوا اكتر من كده. الفتره اللي فاتت واضح قوي دوافع اللعيبه وانضباطهم وادائهم وتركيزهم واضح جدا في المحاكم الافريقي وفي الدوري العام. ان شاء الله باذن الله ربنا يتوجهم في هذه المباراه ويحققوا لنا الانتصار ويرجعوا لنا بالكاس ان شاء الله. بالنسبه للجهاز الفني مستر كولر طبعا مش هنوصيه، لان هو الراجل اللي عايش في المطبخ وعايش مع اللعيبه. الراجل طبعا عنده استراتيجيه بشكل كبير جدا بيختارها، وعنده طريقه لعب مناسبه لهذه المباراه، وعنده تشكيله احنا شفنا الثبات اللي موجود عليه اللي بقى يدي طعم واداء وحلاوه لاداء النادي الاهلي. بشكرك جدا يا كابتن ماهر، وان شاء الله كل التوفيق، ونكلمك نبارك لك يوم الجمعه يا رب. يعني ان شاء الله باذن الله يا كابتن، ان شاء الله باذن الله يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلي 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 اهلي.